مسك الختام فرح رح يكون مع ضيفنا اللي كان قاعد وعم يستذكر معنا كل الذكريات اللي مرت من تأسيس التلفزيون السوري أكيد وبعض الأعمال من ألحانه كمان جدا رح نضوي عليها أكيد. مسك الختام رح يكون مع المطرب والملحن السوري اللي أجاد الغناء باللغة الهندية والكورية وضيفنا هو تاريخ بحاله أكيد. بيسعدنا أن نرحب بالفنان نعيم حمدي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. يسعد صباحكم إن شاء الله يا رب، وصباح كل الأخوة المشاهدين والتلفزيون العربي وكل كوادره من العاملين اللي عشنا معهم فترة طويلة كثير. هلا عم اشوف مصورين عم بقول لهم نتذكر الايام الماضية، سنين مرت مثل الحلم اكيد يعني. فذكريات التلفزيون ذكريات كثير كثير جميلة مرت بحياتنا، بس بدنا المعايدة بطريقتك الخاصة. لا خلينا هيك اكيد. كل عام وانتم سالمين سالمين، كل عام وانتم طيبين طيبين. شو بدنا نحكي لنا كل مهم يعني. فلذلك اشتغلنا كان في برامج كتير كتير يعني بالتلفزيون. دخلت التلفزيون عمري 12 سنة، اكتشفوني بالمدارس عم غني الله يرحمه نجات فصاد حسن، اكتشفني وفرض علي وعلى أهلي أني أنا أكون من الكورال تبع وزارة الثقافة. من كورال وزارة الثقافة كان أي مطربين يغنوا يجوا على التلفزيون السوري بدهم يغنوا كنا نحن نرد وراهم. يعني أنا كنت أصغر واحد في عمري 12 سنة. بعد ما غنينا كورات ورا كذا مطرب من مطربين طلعت كملت عملت دراسة بمصر، كلودي منتفردي مع إيطالي بيانو مع الشريع وبيز عود عمري 11-12 سنة، ورب العالمين أعطانا طلعت برا في أوروبا مثلت سوريا بأكثر من مهرجان دولي، تقريبا ب 11 مهرجان دولي باليونان بإيطاليا بمصر بكوريا الشمالية من مهرجانات. وفزت بال76 بتلحيني نشيد الدورة العربية وتوزيعي وألحاني، وبال79 فزت كمان بأغنية على مستوى الوطن العربي، الأغنية بالإنجليزي العربي الفرنسي وي ستي ويلكم هابي ويشز تو يو جريت لاف تو ترو فور مي اند يو وير ايفر يو ويل بي. يعني أغنية من فزت فيها بال87 عملت أغنية إنجليزي عربي فرنسي سوريا لاند اوف بيوتي اند هابي دايز وفزت فيها على يعني عيب وأنا فزت يعني بس أكثر من مرة. الشرف كبير يعني أنا فزت بال76 فزت بال79 فزت بال87 يعني كذا على مستوى الوطن العربي والأجنبي كمان بتلحيني وتوزيعي هذه الأغاني. وهذه الأغاني كان كلها مهتمة بالرياضة والرياضيين وبناء المنشآت الرياضية يعني زمن المرحوم الله يرحمه حافظ دار الأسد رحمة الله عليه. يعني كان في البلد شغالة وعم بتنمو تنمو 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 وهذا كلها عشناه. كل هذا الكلام بوصفه من خلال التلفزيون العربي السوري، كانوا يعملوا لقاءات مع رياضيين مع فنانين مع مثقفين مع كتاب مع مهندسين مع عباقرة مع مكتشفين. كانت التلفزيون العربي كانوا محطتين، قناة ثانية وقناة أولى، بعدين توسعت القنوات، صار بدها حرب. لا حرب الإعلامية بدها مصاري كتير بدها فلوس كتير. نحن حسب إمكانياتنا التلفزيون العربي السوري عم يقدم قدر مستطاع بأنه ما يقدم. إحنا ما حنقدر يعني لو في مال زيادة من جابه أي إعلام بالعالم، بس كمان مصاري إلى وقت كمان بتأثر يعني. هذا أنا بشكر التلفزيون العربي السوري اللي ما أثر معي أنا إلا هلا بالسنتين ثلاثة ما بعرف شو يعني. برامج كان في برنامج مجلة التلفزيون، كل فنان كل واحد كذا يطلع بمجلة، عن مثقفين عن مطربين عن ملحنين عن كتاب عن مخرجين، اسمه مجلة التلفزيون. الناس تنتظروا البرنامج بشكل غير. بعدين برنامج ما يطلبه الجمهور الله يذكره بالخير ماريا ديب ويطول بعمرها يا رب. ذكريات كنا ناخذ العود وتروح نروح بيوت والكادر المصورين والمخرجين يروحوا على كل بيت نغني اغنيه هون اغنيه هون، مو بس انا يعني مجموعه من يعني. هلا صار عندنا مشكله نحن بتلفزيوننا، هون بيطلعوا مطرب لسه مو معروف ولا شيء بيقعدوه ساعه، طب قاعد يعني ما عنده شيء عم يغني لغيره وعملتوا لي اياه نجم. طب اوكي وين الشيء اللي انت قدمته؟ انا مو ضد اني انا ضلي عم ادعم المطربين مثل ما احنا دعمنا واخذنا من اللي قبل منا،
اتمنى كمان يلي هلا جاي المطربين ياخذوا منا نحن ويكملوا المسيره. هلا صارت الاغنيه عندنا السوريه او الاغنيه العربيه بشكل عام صارت اغنيه مكرره كثير، نفس الايقاع نفس الاورج، يعني ما عاد فيها هذيك الثقافه، ما عاد فيها هذيك الروح الحلوه. اكيد استاذ نعيم انتم الاصل. خبرنا عن اهم الذكريات اللي استرجعتها لما شفت هي الاغاني اللي الحانها رائعة وبعدها موجودة لحد اليوم أكيد حتبقى. تسلم يا رب. اللي انزاع تقريبا كله كان من شيء 30 سنة، لكن قبل عملت أغنية والله محتار، يعني سموني أغنية المطرب الإسروي. كل اللي خاط كنت أعملها بإزاعة سموني المطرب الإسروي، كنت أنا عازف يعني ما نزف، بس كنت دور على النص اللي يخدم المجتمع، مثل أغنية يا ما رحنا ومشينا وفرحنا وبكينا حتى على قلوب الناس انحفرت أسامينا، وكل ما يمرق يوم نقول يا حب انتهينا تاري يا حبيبي لا لسه ما ابتدينا. واحد عم يغني لزوجته، وانا ما كنت بس عم بعمل اغاني اجتماعيه سموني المطرب الاسروي، سموني اغنيه الو غادة، ياما مرجع زوج وزوجه من خلال هاي الاغنيه حلو لبعضهم البعض، انه شو دخل اهلك فينا، شو دخل اهلي فيكي، انا وانت بنحل مشاكلنا، رجع لاولادك، رجع لبيتك، يعني اغاني انت لقمر يا قمر يا شمعدان بيتك، لولا ما كان القمر على الدنيا ضويتي، عم غني لزوجتي وانا لساتني عازف. يقولوا لي شو طب مالك متزوج، عم طعميتك بايدي عسل ولوز، قلت لك وحياه ولاد الزوج، انت على قلبي بتموني، بتريدي بعطيك عيوني يا اغلى من عيوني، حلوين هالكلمات يا حبيبتي يا ام الجوز، يعني واحد عم غني لزوجته. اغاني كثير عندي انا، يعني ما كثير اغاني عملتها كان في بالابيض واسود كمان عندنا مصور كثير اغاني، وكل واحد صورت معه فيديو كليب بعد شهرين تتزوج. كان كتمنى الحظ الحلو. يعني استاذ نعيم حضرتك مجدد على صعيد الكلمه واللحن بكل اعمالك، حتى انتقائك اليوم للكلمات عم يكون مدروس، عم تحاول دائما توصل رساله من خلاله. خلينا نحكي عن هذا الحرص يلي عم تحضرتك اليوم مع كل عمل فني بتقدمه. تسلم يا رب. هلا مرقت اغنيه سيريا، سيريا اللي يعني أغنية اجوا في الإعلام اللي برا قالوا نحن ما متحابين مع بعض، أنا ضد الطائفية وضد المللية، ما بحب، يعني أنا بقول الله وبس، والله كلياته خلق المجتمع هذا وخلق البشر كلياتنا سواسية مثل بعضنا البعض، فكنت عم رد على الأوروبيين قالوا نحن عم نقتل بعضنا البعض، وخاصة عم نقتل انه الاسلام عم يقتل المسيحيين، مشان شلون بدهم يعكسوا الاعلام بطريقه سخيفه جدا. فرديت عليهم بهي الاغنيه، وفي اغنيه ثانيه بالاسباني كمان بنفس الفكره، ان سوريا الحضاره والتاريخ والكتب السماويه والرب الواحد والاله الواحد وكلياتنا متعايشين، سوريا الجنه الحلوه وكذا، فهمتي علي؟ تعوا زوروها. وجمعت ما بين كل الأديان يعني بكلياتها من خلال أغنية، وعلى أساس إنه وزارة الخارجية تصور يعني ياخذوا نسخ يوزعوها لسفاراتنا برا، هي مهمة كثير كثير. عملت نسخة بالإسباني لأنه عندك 425 مليون واحد بيحكي إسباني بأمريكا اللاتينية، واسمها كمان عملت أغنية بالإسباني نوريهم شو هي سوريا، وين الحضارة وين الثقافة، بداية العالم كله كان من أرض السورية، من أرض الشام، بلد الديانات، بلد الأنبياء، بلد الكتب السماوية مثل ما حكيت أنا. فهذا إلى هدف يعني مو بس سياسي، كمان فني وسياسي وإعلاني. للأسف شديد ما عم يزوع هيك شيء، للأسف شديد بحكي بكل صراحة، أنا عم بدفع أحيانا من جيبتي أنا لحتى، بس أنا بتشكر وزارة الخارجية والدكتور فيصل مقداد اللي كرمني بشهر رمضان 19 من خلال رسائل من دول مثل كوريا، بعتين رسائل لوزارة الخارجية عن وزارة الثقافة يشكروا الفنان نعيم حمدي كأنه عم يوطد العلاقات ما بين سوريا وبين بلاد آخر، بلاد صديقة باللغة تبعهم. هلا أنا مثلا صرت عامل 13 أغنية باللغة الكورية، غنيت قدام زعماء العالم كله باللغة الكورية قدام كيم إيل سونغ. يمكن أستاذ هي النقطة ما كتير من الفنانين منتبهين لإلها، قدي مهم اليوم تعدد اللغات لحتى نوصل إن كان صوت، لحن، يعني ثقافة لكل أنحاء العالم. لما نحكي عن الكورية والهندية والإسبانية والفرنسية وغيرها من اللغات اللي أديتها حضرتك، قدي هي بتساهم بانتشار إن كان المطرب بحد ذاته، إن كان بثقافة البلد وأوسع انتشار عالميا. أنا كل همي كل همي كل همي
اني كيف وصل رساله سوريا البلد المتحابه، بلد القياده، بلد الشعب الطيب الكريم، البلد الجميل، الياسمين، الورود، المحبه بين الناس، عم بدي اورجيها لبرا. بس للاسف الشديد عم اقول لك اعلامنا مو واصل لهالدرجه، بيحطوا اغاني عاديه، بيحطوا اغاني من لبي اي مطرب بيطلعوه من السماء، بيطلعوه للسماء هو مو عامل شيء. يعني انا من بالعيد شفت السهره لحد صار ما بدي احكي على حدا. مطربين جامي والله بحياتي ما شايفهم اقسم بالله، وفي ناس منهم عرفت انه غنيين يومياتي لاني قلت ماشي الحال. طب اوكي تعال جيب نعيم، جيب فلان، كنا نحن نطلع بحفله خمس ست مطربين، هذه غني اغنيه، يعني نعمل عيد ميلاد لكل سنه ولا عيد راس سنه، مجموعه مطربين، مجموعه مطربات مشاركه، كلا هذا غنى اغنيه، هذا غنى، هذا ضحك شوي، يعني هذا هو البرنامج. كمان فرصه لصاير للجيل الجديد بيطلعوا مطرب يقعدوا ساعه شو عامل مو عامل شيء. اكيد يعني في فرصه للجيل الجديد كمان نرمين واصوات متميزه واصوات حلوه، وكمان في بعض الاغاني الهادفه. معك انا في مطربين جدد طالعين، انا بتمنى لهم التوفيق بس ما يكرروا نفسهم. هون بيجي نصيحة الجيل، جيل حضرتك لإلهم بنصائح كتير كبيرة، ممكن يمشوا بهي النصائح لحتى يوصلوا لنتيجة كتير حلوة. حكيت كتير يا أخي، أنت مطرب واستفدت من صوتك، استفدت من فنك. طب عزيف آلة، عزيف عودة، عزيف كبنجة، عزيف بيانو، عزيف أورغ، عزيف أي آلة موسيقية، يعني والله فنان مطرب أي ما بعرف عزف آلة ولا بعرف نغمة، إذا بدك تيجي تمتحنيهم ما في ولا اثنين ثلاثة اللي بيعرف عود ولا بيعرف موسيقى، يعني ما عم يدرسوا، ما عم يستقلوا نفسه الثقافة. اجتهاد مطلوب دائما، اجتهاد دائما مطلوب. يعني استاذ نعيم انتم من الزمن الجميل والذاكرة الجميلة دائما نفتخر فيها، مشان هيك نحن يعني حرصنا حضرتك تكون معنا بهذا اليوم المميز. وكان عم يمرق على الشاشة العديد من الجوائز اللي حضرتك حصدتها خلال مسيرتك، وما في احلى من بعد هذا التعب والعطاء حلاوة التكريم. خلينا نحكي عن هيك ابرز الجوائز وتركت اثر فيه. هلا جاني جائزه من السفاره الكوريه من عندي، على انه في علاقات مع سفارات كثير، مان بدي اعمل اغنيه لبلد، بدي اعرف لغته واعرف شو ثقافته، شو يقدم له. يعني انا مهرجان كوريا من مهرجانات دوليه، مثل سوريا في اليونان وفي ايطاليا وفي مصر وفي كوريا، صرت عامل 13 أغنية أفكاري وتترجم إلى الكوري ولحنها ووزعها وغنيها. لآخر أغنية هن غنوها لأنه موضوع الكورونا والظروف الطيران، فبعثوا لي رسالة بتطير العال، شهادة أنا مجابوا ليها على البيت. فعلا اتفاجأت أول مرة بشوف هيك شهادة لفنان أو لواحد يعني مهم، ما شفت بحياتي. شفت جوائز كثير وعندي جوائز كثير بس مثل هالجائزه ما شفت عن جد. فقلت لهم طالما بعوطه مبسلي من وزاره الخارجيه ووزاره الثقافه بكوريا فارجو ما سلموني اياها ببيتي، سلموها لوزاره الخارجيه، خلي الدكتور فيصل مقداد بيقدروا وبيشكروا على كل تكريمه لي، وحكى كلام كثير كثير جميل لي. وبالحرف الواحد اللي انت عم توضح علاقاتنا مع دول ثانيه بلغات تاني ما حدا بيغنيها غيرك انت وعم تتعب كذا. قلت له شكرا كثير كثير. اجى بعد منا نقابه الفنانين كمان كرموني بنقابه الفنانين بالشكر، الدكتور مهدي دخل الله والاستاذ الله يسلمهم حسين غازي نقيب فنانين، اتمنى له كل خير والتوفيق، والاستاذ دوريد لحام اللي كان على راس التكريم. يعني هذا شرف كبير كثير كثير لي، انه الواحد بيتعب بيشتغل مو 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 مشان المادي. انا ما اشتغلت بشمال، انا دفعت لفني من جيبتي ولقيمه اهلي بحيث اني انا اثبت وجودي واثبت شيء اسمه سوريا في العالم الخارجي. فهي الشهاده هلا بيكون صارت بوزاره الخارجيه باليومين ثلاثه بيقولوا تعال استلمها، ان شاء الله خير يا رب. هذا شرف كبير سلم جائزة أنا. أكيد طبعا قديش بعدين أكثر من مرة أنا مهرجانات كنت أنا ألقي كلمة الختام عن دول المشاركة كلها 62 دولة 54 دولة 60 دولة كمان فيها طبعاً. مو أي واحد بيكتب كلام كلمة ختام عن مهرجان دولي عالمي. هي ثمرة التعب الكتير كبيرة يلي على مدار سنوات طويلة بلغات كتيرة وتعب وجهد، ومثل ما منقول نحط كل الإبداع بأغنية معينة لحتى تلقى هذا النجاح الكتير كبير. اليوم الأستاذ نعيم شو الجديد يلي عم بيفكر فيه؟ لأنه أكيد طالما عايشين معناتها في عطاء. إيه هلا أنا عامل أغاني الأطفال كتير، أغاني ما خليت شيء إلا عملته للرياضة، أخذت الجوائز للرياضة اتحاد الرياض، ولا عامل لهم اغنيه
الاتحاد الرياضي ان شاء الله مسجله في اقرب وقت عن طريق الاستاذ فراس معلّة باذن الله رب العالمين، مكلف فيها من 3 سنوات 4 سنوات، وكان ما عندي وقت اني انا اشتغل، عم اسافر كثير. انا بهمني ارفع اسم بلدي باي مكان كان، باغنيه، كلمه، بصوره، بشيء، المهم الواحد يعرف الناس مره انه انا سوري من ارض عربيه، هذا اللي همي انا. وبحب سوريا، انا سافرت لفيت الكره الارضيه، اليابان، كوريا، الصين، استراليا، لا كندا، إسباني، امريكا، اوروبا، بلاد العربيه، بس ما بتدي امتى ارجع لبلدي، عن جد اقسم بالله، والله والله. بقول قبورنا هون، قبور اهلنا هون، فلازم نحن ندفن بعد عمر طويل بهذه البلد، فهي محبتي لنا، لكل واحد ما له جذور ببلده، ما له جذور بحياته. نعم. في وضايع. فانا ما خليت شريحه من الفن الا لحنت، الاطفال، الرياضه، حتى الامراه العربيه، نشيد الامراه العربيه نسيت اذكره. فزت عليه والله يرحم اللي كرمتني انا والاستاذ سليمان عيسى رحمه الله عليه. نعم. كمان يعني انا غنيت بلك انه ببيت السيد الرئيس لعيد ميلاد اكيد الوالده الكبير اللي انجبت الرئيس حافظ الاسد الله يرحمه، وانجبت لنا الدكتور بشار الاسد، دخلت بيته 3 مرات، عملت له عيدين ميلاد في 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 الضيعه عندهم، وعملت عيد ميلاد لما ما كان اي فنان يعني دخل بيتهم غير الفنان الدرويش. نعم. يعني. نعم. وكرموني والحمد لله. بس أكيد. أنا بكل الشرائح عندي أغاني. أكيد يعني تاريخ طويل حضرتك. حتى دعايات عم تحكوا على الدعايات. أكيد إلك بصمتك والحافية، للأسف داهمنا الوقت، يعني اليوم احنا كنا كثير سعداء بوجودك معنا، الفنان الكبير نعيم حمدي، كل التوفيق لك والله يطول بعمرك، شكرا كثير لك. تسلمي ويوفقكم ربي، وإن شاء الله يا رب العالمين دائما بالتوفيق والنجاح، وإعلامنا العربي السوري يوصل للعالم بأحسن وأفضل وأكثر بإذن الله. كل الشكر لك وموفق يا رب.